السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر معهد الدراسات القضائية والقانونية أن يقدم لكم محاضرة إلكترونية بعنوان العلامات التجارية، الأسس القانونية والفنية، وذلك لما الموضوع من أهمية، حيث تلعب العلامات التجارية دورا حيويا في تمييز المنتجات والخدمات، وتساهم في بناء هوية الشركات وتعزيز ثقة المستهلكين. تشمل الأسس القانونية لحماية العلامات التجارية إجراءات التسجيل وحقوق الملكية، مما يحمي الشركات من الانتهاكات ويعزز المنافسة العادلة. أما الأسس الفنية فتتعلق بتصميم العلامة بشكل يتناسب مع رؤية الشركة ويعكس قيمها وبما لا يخالف النظام العام والقوانين في الدولة. إن فهم الأسس القانونية والفنية للعلامات التجارية يعد أمرا ضروريا للشركات لضمان حماية هويتها وتحقيق النجاح في السوق، والحد من الانتهاكات التي قد تتعرض لها العلامات التجارية المسجلة، لا سيما في عصر الرقمنة والتحولات الرقمية المتسارعة. ويسرنا لتناول هذا الموضوع بصورة تفصيلية أن نستضيف المستشار محمد العيد، حاصل على درجة الماجستير في القانون العام ودرجة البكالوريوس في الحقوق ببعثة ديوان سمو ولي العهد، وأحد خريجي برنامج سموه للقيادات الشابة بمملكة البحرين، حاصل على وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، مختص بالقوانين التجارية والصناعية بمملكة البحرين كونه المستشار القانوني لوزير الصناعة والتجارة، ومحاضر معتمد لدى عدد من الجامعات والمعاهد المحلية والدولية، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى ذات العلاقة كالقوانين المالية والمصرفية وأنظمة بورصة البحرين، وعضو في العديد من اللجان. أترك المجال الآن للمستشار للبدء بهذه المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. بداية أشكر معهد دراسات قضائية على هذه الاستضافة، أعطائي المجال أني اليوم أتكلم عن موضوع العلامات التجارية، وأشكر كل الإخوان المختصين المهتمين اللي شاركوا ويانا اليوم. إن شاء الله نكون على نقدم لكم الفائدة المرجوة، نتبادل أطراف الحديث إن شاء الله في نهاية المحاضرة. بداية العلامات التجارية، أساس نفهم موضوع العلامات التجارية لازم أولا نعرف هي تصنف تحت أي بند أو تحت أي مجال من المجالات القانونية. طبعا مثل ما احنا عارفين أن موضوع العلامات التجارية يندرج تحت بند الملكية الفكرية، فراح نتكلم عن بعض الأمور اللي تخص الملكية الفكرية. بداية نعرف شنو هي الملكية الفكرية على أساس ندخل في موضوع العلامات التجارية إن شاء الله. طبعا إحنا قلنا إن الملكية الفكرية هي العنوان الرئيسي اللي يخضع له موضوع العلامات التجارية. فالملكية الفكرية كنحو من مبدأ عام، هي عادة تكون مثل ما مذكور أمامكم، هي ثمرة إبداع الفكر البشري في كافة مجالات الحياة التي تتمتع بقيمة أدبية وقيمة تجارية. يعني فيها نوعين من القيم اللي اليوم عندنا، في قيم أدبية أنا أحتاجها في الأمور اللي تصدر عن عقلي عن فكري عن أعمالي، وفي أمور تعطيني قيمة تجارية أن أنا أبي أحافظ عليها، اسم أنا بنيته، عمل أنا اخترعته إلى آخره. فمثالها قلنا الابتكارات، الأعمال الفنية والأدبية، النماذج، الرسوم، الرموز، الأسماء اللي تستخدم في الأعمال التسويقية. فإذا هي مثل ما قلنا هي إبداعات من العقل. يعني اليوم الملكية الفكرية أنا شنو عقلي أعطاني أساس أنا أفتح المجال وأقدر إني أبدع وأنتج شغلة أنا أبي أحميها اليوم. لذلك طلعت لنا قوانين تحمي الملكية الفكرية. فمن ضمنها ناخذها بعض الأمثلة عليها اللي هي قلنا الملكية الأدبية والملكية التجارية. تقسم طبعا إلى قسمين. نبتدي سلامكم الله بالملكية الصناعية. الملكية الصناعية هي علامات تمثل شكل من أشكال المعلومات اللي يتلقاها المستهلك، وعادة تكون مرتبطة بالسلع والخدمات المعروضة في الأسواق. مثال ذلك يعني مثلا اليوم شخص عنده تصميم أو شيء بناه، شيء يرسمه حاب يحميه، هاي يدخل في ضمن إما براءة الاختراع أو النماذج الصناعية. عندنا قانون في البحرين، عندنا قانون يحمي براءة الاختراع ونماذج المنفعة، قوانين حق الرسوم والنماذج الصناعية. كذلك عندنا موضوع المؤشرات الجغرافية، أنا اليوم عندي منتج
أبي أحميه لأن من هذه الدولة أو مصدر الأساسي من هذه الدولة. كذلك اندرج تحت موضوع الملكية الصناعية. وموضوعنا اليوم اللي هو راح نتكلم عنه اللي هي العلامات التجارية. العلامة التجارية هي الأساس مثل ما نقول، أو أكثر شيء تداولا. فاليوم العلامات التجارية إذا أنا أبي أحمي حقي، من الأفضل أني أنا أسجله في الدول اللي بمارس فيها عملي تجاري أو نشاطي تجاري. ننتقل حق الملكية الأدبية. الملكية الأدبية اللي هي تتكلم عن الإبداعات الأدبية والفنية مثل الأشعار والروايات والموسيقى والرسومات إلى آخره. هذه الأمور اللي تكون فيها إبداعات عقلية، إبداعات تخص شخصي أنا، أنا اللي اخترعت، أنا اللي كتبت، أنا اللي رسمت، فأحميها في هذه الجانب. فنقول مثلا عن موضوع العلامات التجارية اللي هو إن شاء الله راح ننتقل له. قبلها نقول أن الملكية الأدبية أو الملكية الفكرية بشكل عام دائما ما تدفع الشخص أساس يطور من أعماله التقنية وإنتاجه العلمي. يعني اليوم مثلا الشخص اللي هو عنده رسمة أو عنده اختراع سواه وما حماه، بكرة ممكن يكون قابل للاستغلال من غير أي مردود. أي شخص ممكن يوصل حق نفس الاختراع ويسجله قبل. فالأفضل أن الشخص من أول ما يوصل حق اختراع معين أو نموذج معين يبادر بتسجيله. كذلك فهي فيها أن اليوم يعني عندي براءة اختراع أو عندي علامة تجارية مسجلة، أنا ممكن تكون لها قيمة حتى مادية العلامة نفسها. يعني اليوم نسمع أن في بعض الشركات تتفاخر بقيمة علامتها اللي تتجاوز المليارات من الدولارات. فهذه كلها بسبب أن أنا من نفسي بنيت شيء كبرته وحميته في عدد كثير من الدول. طبعا تسجيل في أكثر من دولة بعد يعطي قيمة أكبر للعلامة حكم معرفته وشهرته. كذلك اليوم احنا في كمستهلكين اذا نبي نشتري شيء دائما نروح حق العلامه التجاريه او نروح حق الشيء المحمي اللي نعرف انه هو فعلا مسجل، وفعلا يوم من الايام اذا انا شريت المنتج هذه بعرف انه فيه قيمه. دائما العلامه التجاريه تمنح المنتج قيمه اكبر من العلامه اللي انا ما اعرف. فهذه الشيء دائما نشوفه بين المستهلكين ايا كانت العلامه التجاريه، بس على الاقل علامه او شيء انا اعرفه، فدائما تكون عندي ثقة واطمئنان اني اتعامل مع هذه الجانب. كذلك دائما احنا نقول ان الملكية الصناعية بشكل عام دائما ما تربط الاقتصاد منتجات ذات قيمة مضافة. يعني اليوم انا مثلا في بعض الاقتصادات في العالم مبنية على هذه الاسماء، تبرز الاسماء، تبرز العلامات التجارية، فيها مخترعين، فيها دور أبحاث، هذه كلها مرتبطة بالملكية الفكرية. ففي اقتصادات مناطق أو أسواق عالمية قائمة على هذه المجال. كذلك الدول اللي فيها مثلا ملكية فكرية متقدمة من ناحية الحماية، من ناحية حتى الممارسين، من ناحية آليات التسجيل، دائما نشوف الشركات يعني دائما تبي تستثمر فيها، تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية وحتى رؤوس الأموال المحلية، لأن أنا أعرف أن حقي ما بيضيع إذا أنا سجلت في هذه الدولة، وأعرف أن المجتمع اللي فيه واعي وفاهم حقوق الملكية الفكرية من حيث أنه ما يصير عليها تعدي. كذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جميعها اليوم قاعدة تبني اسم، لأن هي تكون بداياتها رأس مالها بسيط، فتبي تبني لها اسم، تبني لها علامة، تشتغل على مثل ما نقول التكنولوجيا الجديدة، الاختراعات الجديدة. هذه دائما هي اللي تبدي عملها من شيء صغير ويكبر في المستقبل. هذه كلها ما بيكبر إذا هو ما حافظ على حقوق ملكيته الفكرية، ولا واكب أن أنا أسجل في الدول اللي أنا بحتاج أن أنا أمارس عملي فيها. حكم أن أنا اليوم كمؤسسة صغيرة يمكن يكون رأس مالي في اختراع واحد، أو رأس مالي منتج انا قاعد ابي اسوقه انا مخترعه، لكن اذا ما حميته بكره يكون معرض حق ان شخص ثاني يتعدى عليه. فدائما التسجيل، حفظ الحقوق من الامور اللي احنا دائما نحث عليها. واخيرا مثل ما قلت لكم عن موضوع حمايه المستهلك. دائما الشخص اللي بيروح بيتعامل مع علامه تجاريه او منتج محمي بالقانون في الدوله اللي انا بمارس عملي فيها يعطي ثقه في المستهلك. وحتى المستهلك بيكون عنده وسيلة أن أنا أروح أشتكي على المنتج
إذا كان في أي خلل بحكم أن العلامة مثلا ما كانت صحيحة، كانت مقلدة، كانت علامة مثلا مشابهة أو مضللة أو إلى آخره. فدائما نقول إحنا أن المستهلك يسعى أنه هو يروح حق العلامات أو الحقوق المحمية بحكم القوانين في الدولة اللي أنا بمارس عملي فيها. طبعا علامات تجارية في مملكة البحرين. مملكة البحرين عندها قانون رقم 6 سنة 2014، اللي هو قانون خليجي موحد بين الدول الأشقاء الست في دول مجلس التعاون. قانون واحد يطبق في جميع الدول بنفس النصوص بنفس الأحكام. طبعا القانون عرف العلامة التجارية، قال إن هي كل ما يأخذ شكل مميز من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيد من ذلك، أو أي إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. طبعا نشوف التعريف غطى جميع الجوانب اللي متعلقة بالعلامة التجارية، يعني ما بناها ما تركها بس إنها تكون شكل ولا بس كلمات، لا قال لك كل ما يأخذ جميع ما يليه. فدائما نشوف ان العلامات اليوم مختلفة من علامة لعلامة، في علامة تاخذ لها بس مجرد شكل حرف وتمشي على علامتها تصير معروفة، في علامات تاخذ لها مثلا 3 أو 4 كلمات مجموعين مع بعض يشكلون علامة، في بعض العلامات عندنا اليوم مجرد مثلا حرفين بلغتين مختلفتين متقابلتين مثلا حرف بالعربي وحرف بالانجليزي لان القانون اليوم سمح. كذلك الرموز الغريبة مثلا شكل غير مفهوم، أو الرموز مثلا من العلوم الأخرى مثلا رمز من الرياضيات أو رمز مثلا من الفيزياء. هاي نشوف اليوم دائما الناس تلجأ حق الأمور اللي أعرف إن إذا بنيتها اليوم الشكل راح يكون مميز في المستقبل، ما أوقف بس على مثلا الأسماء التقليدية اللي أنا أبني علامتي فيها. دائما نشوف المحلات أو الشركات تتهافت على أن هي تتميز بنوع العلامة وشكلها وحتى الألوان اللي تستخدمها، لأن هذه العلامة هي اللي راح تميزك في المستقبل بحكم أن العلامات التجارية لها طابع دولي يختلف عن التسجيل المحلي. إذا لو انتشرت أو توسعت أو طلعت من مملكة البحرين أو بشتغل في مكان ثاني، بعد لازم أنا اليوم في بداية تسجيلي حق العلامة أراعي أن هذه العلامة راح تكون مقبولة في الدول الأخرى كذلك، مو بس مقبولة في مملكة البحرين. وهذا سبب أن اليوم عندنا القانون الموحد في الدول الست بحكم انه يطبق نفس الاحكام، ويكون التسجيل ممكن في الدول الست. يعني اليوم اللي ما نقول بشكل يعني آلي تسجل في باقي الدول، لا بس نفس الاحكام، نفس التعريف، نفس الامور اللي تنظم القانونيه تكون موجوده في الدول الست، على اساس التاجر الخليجي يقدر يتوسع في السوق الخليجي بشكل كامل. كذلك نشوف التعريف ربط العلامة التجارية بالسلع والخدمات اللي تتعلق بمنشأة يميزها عن السلع والخدمات في المنشآت الأخرى. قانون نفسه في الشق الثاني قال هي بتمييز سلع أو خدمات منشأة عن منشأة أخرى. لذلك اليوم العلامة هي من الأمور التجارية الأساسية اللي أنا أستفيد منها في عملي التجاري. يعني السلع أو الخدمات اللي أنا بقدمها حق الناس إذا ما كان عليها علامة تميزها ما راح تكون لها قيمة عالية مثل ما إذا كان عليها علامة مبنية على أسس سليمة ولها تسجيل سواء في مملكة البحرين أو خارجها. ومثل ما مبين في التعريف نفسه أن اليوم أنا إذا كوزارة التجارة وزارة معنية بالمراقبة العلامات التجارية عندي إجراءات، أنا لما أبي أراقب السلع والخدمات راح أطابق هل العلامة عندي مسجلة أو لا. طبعا اذا ما كانت مسجله هو التسجيل غير الزامي، لكنها قد تكون علامه مشابهه او علامه مضلله لعلامه مسجله في مملكه البحرين، فانا كذلك احمي العلامات الاخرى اللي مسجله عندي في سجل العلامات التجاريه. لذلك احنا دائما نحاول
إن نحث الشخص إذا بيبتدي أي عمل تجاري إنه يسجل علامته التجارية، حتى لو كان ممكن يقول لكم وايد من وقت أنا اليوم علي على تسجيل علامة، معلش بس قد العلامة بكرة أحد يشوفها ويسجلها قبله، فيكون له حق استئثاري عليها. فأنت قبل لا تبني علامتك يفضل أن أنت تبادر بالتسجيل إذا أنت ناوي تستمر فيه، لأن بكرة الحق والأولوية لصاحب العلامة، ممكن بعدها يتجه للقضاء ويبين أنه هو قاعد أنه هو الأصل في العلامة، بس بعد راح تدخل في طريق آخر. فأنت دائما تبي تتلافى الصراعات أو النزاعات القانونية فتحمي حقوقك من البداية. نطالع آخر فقريات في التعريف، قال هو يمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية، كذلك هو توسيع حق العلامة التجارية نفسها، يعني منح الشركات أن هي تسجل العلامة اللي خاصة بالصوت اللي هي تصدره أو الرائحة إذا كانت مثلاً شركة عطور أو إلى آخره من الأمور المتعلقة نظام عملها التجاري متعلق بالروائح. وموضوع الصوت، نعم أنت عندك هناك في الملكية الأدبية تسجل العمل الفني كتسجيل صوتي، لكن اليوم هني تي تحميها كعلامة خاصة أيضا في سجل العلامات التجارية اللي متعلقة بالصوت نفسه أو النغمة. طبعا هذه بعض الأمثلة اللي موجودة على العلامات اللي اليوم احنا دائما نتكلم عنها. يعني أول مثال خليته لكم على أساس يوضح موضوع العلامات الخاصة بالرائحة. يعني اليوم مثلا ساعات أنا أشوف قرشة عطر، القرشة تشوفونها ما شاء الله محمية من أكثر من جانب. أولا أنا حميت العلامة التجارية اللي هو الاسم الاسم أو اللوجو نفسه، هذه محمية من جهة. كذلك احنا نشوف مثلا شركة عطور الشركة الرئيسية هي تسجل علاماتها، كذلك تسجل اللاينات اللي تحتها كلها كعلامات، يعني كل عطر يكون له علامة بروحها مثلا، وتربط العطر نفسه بالرائحة. فأنت بكرة لما تشوف العلامة نفسها مالت القرش أنت على طول تتخيل الرائحة إذا أنت تعرفها، فتكون هذه الرائحة مرتبطة فيها. كذلك نفس الشيء في موضوع العطور، راح نتوسع شوي عن موضوع العلامات. ممكن أنا أحمي القرشة نفسها من ناحية التصميم كرسمة، يسمونها الرسوم النماذج الصناعية، هذه من الرسوم التصاميم، كذلك أنا أقدر أحميها من هالجانب. فدائما يعني العلامة ترتبط بالذهن بمنتج معين، لذلك يتم تسجيلها من أكثر من جانب لتأكيدها لدى المستهلك، وأكون أنا عارف كمستهلك أن إيه فعلا هذه هي الرسمة أو هاي هو النموذج اللي أنا أبي أشتري دائما، مو بالنموذج الثاني مثلا في نماذج تكون مشابهة أو مقلدة. لذلك الشركات تحرص أن تسجلها من جميع الجوانب، يعني ساعات حتى بعض العلب مالت القرشة نفسها البوكس كذلك يتم تسجيل التصميم ماله، حكم أنا أبي أحفظ حق أو بيحفظ حقي. ننتقل حق العلامة الثانية اللي ما في أحد في العالم ما شاء الله ما يعرفها، اللي هي ماكدونالدز. ماكدونالدز من أكثر الشركات اللي مسجلة في أغلب دول العالم وبأكثر من شكل، يعني حرف الأم بروحه مسجل، أم مع الجملة اللي تحتها أم لافنت مسجل، الوجبات وجبة مسجلة. فهي تحرص على حماية الحقوق من كل الجهات، أنا نشوف هي من أكثر العلامات المعرضة حكم أنه هو في مجال الأغذية، فمن أكثر العلامات اللي هي معرضة للتقليد أو أن أحد يسوي نفسها أو يشابهها، فلذلك هي تحمي حتى أسماء السندويشات اللي تقدمها، تحمي حتى الأشكال البوكسات اللي عندها، الرسوم اللي تحطها على المطعم نفسه، اللوجو مالهم اللي احنا نعرفه كلنا اللي هو المهرج كذلك محمي. فهو عنده وايد جهات يحمي فيها حقه بحكم انه هو من اكبر الشركات في مجال الاغذيه حول العالم. العلامه اللي بعدها كذلك علامه معروفه، مثل ينطبق عليها مثل ما انطبق على الصوره الاولى، بحكم انها هي حاميه حتى كرسم ونموذج صناعي في شكل العلبه نفسها. والاسم هي هذه من اكبر العلامات في العالم اذا ما كانت اكبرها مع احدى الشركات الاخرى. فدائما نشوف شركة الاسم العلامة نفسها بطريقة رسمتها بكتابتها بالحروف موجودة في كل مكان بنفس الشكل، يوحد لك العلامة في كل مكان بحيث تكون ثابتة في رأس الشخص المتلقي أو المستهلك أو المتعامل معه، فعلى طول أنا حتى ما أحتاج أقرأها
بس مجرد من بعيد اشوفها اعرف انها هذه هي. وكذلك هي من اكثر الشركات اللي الناس تافت انها تستخدم علاماتها لتسويق منتجاتها، يعني مثلا نشوفها على وايد اماكن، على في بعض المحلات تبيع ملابس، في بعض المحلات تحطها على اسمها التجاري، تضيفها لها بدون ما يكون في اتفاق، اذا كان في اتفاق هذا موضوع اخر. وغيره 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 من العلامات. مثلا بنتقل حق العلامه اللي متعلقه بالصوت اللي هي نوكيا تيون. طبعا احنا الحين اي شخص يشوف نوكيا تيون على طول يتذكر النغمه مالتها اللي اشتهرت في فتره من الفترات، ولليوم اذا نسمعها على طول مرتبطه بنوكيا، فلذلك هي مسجله كعلامه تجاريه. من تشوفها على طول تربطها بالنغمه اللي كانت موجوده في السابق. ولليوم هي يعني محميه ومحافظه على حقوقها بحكم انها هي خلاص صارت علامه ذات صيت. انا طول عمري اسمع ان مثلا الصوت اللي راح يتم مرتبط بالنوكيا، لذلك هو التسجيل يتم يتجدد بحيث ان انا احافظ كذلك على هذه التاريخ اللي عندي حق الشركه. طبعا هذه كذلك بعد نكمل عن بعض العلامات، احنا دائما نقول ان العلامه التجاريه يجب ان تكون فيها صفه مميزه، يعني شيء يميز العلامه عن غيرها يوم اللي بتيجي تسجل، وما تكون خادعه. يعني انا اليوم مثلا لما اي ابي اسجل علامه، ما اروح اسجل علامه بس لانها مشابهه حق علامه ثانيه على اساس ان انا اي امشي على نفس النهج يكون لي مجالي في عملي تجاري. فاليوم مثلا نشوف مثلا علامة بحرينية مميزة عندنا اللي هي علامة جسميس، وفيها تميز، فيها حرف الجي لونين مختلفين عن بعض، مذكور الاسم الشركة في الوسط، فهي فيها تميز. اليوم أنا إذا أشوفها خلاص أعرف أن هذه متعلقة بهذه الماركة. كذلك أبل اليوم أي مكان بشوف الشعار التفاحة اللي فيها مثلا دي الهلال اللي على صوب، على طول بعرف ان هي متعلقه بابل، فخلاص صار فيها شيء يميزها. يعني لو هو بيجيني بس بشكل التفاحه الكامله قد يكون انا ما بيكون مميز، شنو نوع من انواع الفواكه، فانا ما اقدر احميه بحكم ان انا قاعد احمي حق عن جميع الناس متاح حق الكل. لازم يكون في شيء يميزه بحيث ان انا اقدر اسجله اثناء الفحص في سجل العلامات التجاريه. لذلك هو هذا التميز اللي يربطك، يعني مو بشرط يكون التميز شيء انا غير شيء في الالوان وتبدأ، بالعكس يعني هذه الحركه اللي صارت هي اللي اليوم ميزت ابل عن غيرها من العلامات التجاريه. كذلك مثل ما شفنا العلامات السابقه، كل علامه منهم فيها شيء يميزها يختلف عن الاخر، شعار مرتبط باسم موجودين في مكان واحد، فاليوم اتصورهم كلهم مع بعض، اربط مثلا الرسمه الموجوده مع الاسم. يعني اليوم لو انا بس باي بسجل اسمي، مثلا انا بدي اسوي علامه تجاريه مثلا محمد، ما بقدر اسجل محمد، لازم في شيء يميز ان انت من محمد، هل انا لازم اربطه مع شغله ولا لا؟ لا، ما يصير يكون شيء عام متاح لاستخدام الكل. يعني اذا انا كتبت علامه تجاريه باسم محمد، راح احكر جميع العلامات اللي بتي بعدي عن اسم محمد، ما حيقدر يدخل فيها اسم، مع ان ناس كثيره اسمها محمد. فذي شيء لازم نراعيه وقت التسجيل بحيث ان احنا نعرف ان الموضوع يتعلق بالعلامه اللي انا ابي اسجلها. فدائما احنا نتكلم عن التميز. انزين، القانون العلامات التجاريه تكلم عن بعض العلامات اللي لا يجوز ان تسجل اذا كانت بهذه الوصف. يعني أعطانا بعض العلامات أو بعض الصفات في العلامة إذا أنا وجدتها ما أقدر أسجلها اليوم كعلامة تجارية. يعني نبتدي مثلا اللي تكلمنا عنها قبل شوي، إنه ما فيها أي صفة مميزة، فأنا اليوم ما بقدر أسجلها إذا كانت علامة ما فيها أي شيء يميزها. كذلك قال لك عن موضوع التعبيرات أو الرسوم أو العلامات اللي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. يعني اليوم انا لما ابي افحص العلامه ما بقدر اسجل لي شيء مخل بالاداب العامه او النظام العام عندي في مملكه البحرين، فذي الشيء يمنع تسجيل العلامه، فلازم مقدم الطلب يراعي جميع هذه الامور اثناء اختيار علامته التجاريه واثناء تقديم طلب التسجيل.
كذلك انه لازم ما تكون فيها شعارات عامه او اعلام او شعارات عسكريه او شرفيه او الى اخره. يعني اليوم انا ما يصير اي احمي علم مملكه البحرين كعلامه تجاريه تخصني، احطها ضمن علامتي، ولا اقدر استخدم اسم مملكه البحرين في العلامه التجاريه، لان هذه لها حمايه، لها طابع عام تخص مملكه البحرين كلها، ما يصير انا استاثر فيها. كذلك الامور والرموز والشارات العسكريه والى اخره، والأوسمة والعملات، مثلا إذا بحط شعار الدولار مثلا أو شعار الباوند ما بقدر أستخدمه كعلامة، حكمنا لهم حماية عامة، ما أقدر أمنع الناس من استخدامها. كذلك رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، أنا ما أقدر، ما بعد ما يسمح لي القانون اليوم إن أنا أسجلها، لأن هي مثل ما قلنا أنا ما الهدف منهم إن أنا ما أستأثر بشغلة ما تخصني أنا بروحي، مو بأنا اللي صنعتها، هي علامة موجودة الناس عرفتها ان هي مثلا مرتبطة بهذه المنظمة او المؤسسة، فما يصير انا لوحدي حتى لو دخلت وميزتها بعد ما بتكون متاحة للتسجيل. قلنا بعد مساعة عن موضوع الاسماء والبيانات الجغرافية. الاسماء والبيانات الجغرافية اليوم انا اذا باي بس ابي اسجل العلامة وفيها بيان جغرافي بدون ما يكون مرتبط بالسلعة نفسها ما يسمح لك القانون، لكن لو كانت السلعة نفسها مصدرها من هذه الدولة ممكن يسمح لي القانون في هالحالة. يعني مثلا عندنا مثال ماي إيفيان، ماي إيفيان مصدره منطقة إيفيان أو المدينة إيفيان اللي في فرنسا أو سويسرا، فالماي مصدره من هناك. الماي لما انا استخرجه من هناك وابيعه واسوق على انه هو ماي ايفيان مصدره من هذه المنطقه، انا اقدر اسجله وموجود ومسجل عندنا. لكن لو انا سميت مثلا الماي اسم ايفيان لكني ما جبت الماي من هناك، جبته من مكان ثاني، لا راح يكون في تضليل للمستخدم. لذلك القانون يحمي هذه الجانب. كذلك نشوف اليوم انواع الاجبان بعضها مسجله باسم منطقه معينه، مصدرها من هذه الدولة أو من هذه المنطقة، فأنا أقدر أسميه بهالاسم بحكم أنه هو بيان جغرافي يدل على السلعة. لذلك نشوف الشق الثاني من الفقرة، قال إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبس فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمة، فإذا كان أثبت لي أنه هذه أصلها أقدر أسجلها، غيره لا. كذلك أسماء الغير أو لقبهم أو صورهم أو شعاراتهم، إلا في حالة موافقته أو موافقة ورثته. يعني اليوم أنا مسموح لي أسجل إذا بحط اسمي أو اسم متكامل يدل عليه أسوي علامة، إيه، لكن بس اسم واحد لا، لأن أنا بضر الغير. لكن أسجل اسم غيري لا، لازم بموافقته وأنا أخذ العلامة وأنا اللي أستأثر فيها، نعم، بناء على الاتفاق بينه وبين صاحب الاسم. كذلك البيانات الخاصة بدرجات الشرف والدرجات العلمية، لازم يثبت استحقاقها لها. يعني مثلا شخص يبي يسمي نفسه مثلا المهندس فلان الفلاني للتجارة، جانب معين من التجارة، أنا ما أقدر أسجله إذا ما أثبت لي أنه فعلا عنده هذه الدرجة العلمية، أو مثلا الدكتور أو الشيف أو أيا كان اللقب اللي يبي يضيفه إلى مسماه في العلامة. كذلك العلامات اللي فيها تضليل للجمهور، يعني أنا اليوم أجيب علامة فيها بيانات كاذبة ما تمس، ما يعني ما تمس السلعة لا من قريب ولا من بعيد، بس القصد أن أنا أبي أستخدم الاسم وأضلل الجمهور فيه وأوهمهم أنه هو حقيقي، لكنه في الأصل فيها أسماء تجارية وهمية أو مقلدة أو مزورة. نفس اليوم نشوف وايد في شركات تحاول تقلد مثلا بعض العلامات التجارية، ناخذ مثال أديداس. أديداس من أكثر الشركات اللي الناس أو الشركات الثانية تحاول تقلد الشعار، تغيير ترتيب الحروف أو تغيير الشكل يكون نفسه. أنا طبعا ما أقدر أسجله، التسجيل يكون حق العلامة الأصلية، أي علامة مشابهة أو فيها تضليل الوزارة أبدا ما تقبلها في سجل العلامات. الفقرة اللي بعدها عن العلامات المملوكة أشخاص طبيعيين أو معنويين التعامل معهم محظور وفقا للقانون للجهة المختصة. يعني مثلا في بعض مثلا اللي تصدر عندنا بعض المنظمات اللي ممنوع التعامل معاها، أو بعض المؤسسات اللي مثلا عليها الحظر في التعامل إلى آخره، هذه ما تقدر تسجل علاماتها في مملكة البحرين. كذلك العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الموجودة أساسا في السجل. يعني علامة
واحد يبي يعطيني علامة مطابقة ما كان يدري مثلا، ما بقدر أقبلها، أقول أروح عدل غير فيها، وشيء ما يكون فيها من التشابه ولازم يكون فيه تميز. مثل ما قلنا حتى التشابه توسعت في هذه المادة، التطابق أو التشابه. طبعا هي كلها حماية حق العمل التجاري في نفس الوقت حق المستهلك. كذلك العلامات اللي ينشأ عن تسجيلها أن يولد انطباع بالرابط بينها وبين السلع أو الخدمات الأخرى. يعني اليوم إذا أنا جاتني علامة مثل ما أعطيتك المثال السابق عن أديداس، جاتني علامة مثلا فيها تشابه أو فيها طريقة رسمة الحروف مع تغيير الحروف، كذلك بعد ما يصير، لأن أعرف أن أنا كمستهلك لما أشوف العلامة راح أربطها بالعلامة اللي أنا في بالي، اللي هي أساسا من سنين تشتغل وصارت في ذهن كل الناس. اللي بعدها قلنا العلامة اللي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع والخدمات الحاط من قيمة السلع أو الخدمات اللي تتميزها العلامات السابقة. يعني اليوم أنا عندي علامة تجارية معينة في السوق، أي أسوي علامة يعني عكس ذيك العلامة بشكل أني أوصل للجمهور أن ذيك العلامة مو زينة. يعني آخذ علامة تجارية مثلا معينة، أغير الألوان بس الشكل العام موجود، مثلا أحط عليها إكس أو أكتب تحتها جملة أن هي مثلا علامة غير جيدة وإلى آخره. كذلك هذه القانون منع تسجيلها، وهذه طبعا من التطبيقات الدولية، مملكة البحرين خذتها ومع أخوانها في دول الخليج وانتهجوا هذا النهج في منع تسجيل العلامة. كذلك النسخ أو التقليد أو الترجمة، أخذ علامة أجنبية وهي أترجمها، كذلك الترجمة ما يصير، ودائما نشوف هني كلمة علامة تجارية مشهورة. إن شاء الله راح نتطرق حق موضوع تمييز العلامة المشهورة ومدى شهرتها ومعرفتها عند المستهلكين. كذلك العلامات اللي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية، اللي هي مثلا نقول ذو امتياز أو مسجل أو حقوق الطبع، اللي مثلا نشوفها دائما الآر اللي عليه دائرة ريجستر، أو تي إم اللي هو تريد مارك. كذلك هذه إذا كانت مقترنة بالعلامة ما أقدر اليوم إني أنا أسجلها، ما تدخل في العلامة التجارية نفسها. هذه هو نفسه يقدر يستخدمها إن هي مثلا أساس يبين حق الناس إن هي تريد مارك، يعني هي مسجلة في سجل العلامات التجارية، أو ريجستر حرف الآر إن هي كذلك مسجلة. ناس تستخدمها كذا، ناس تستخدمها كذا، بس أنا في سجل العلامات التجارية إذا كانت مقترنة ما أقدر، أو تشمل ألفاظ ما أقدر أسجلها. طبعا احنا في الوزارة قد ما نقدر نحاول نبين حق الناس ان انتم قبل لا تسجلون علامتكم راعوا النقاط الآتية، لان يعني هذه العلامات انت شيء بتتعب فيه، تبي تبني اسمك، تبي تبني علامتك التجارية، تبي تبني العلامة نفسها، فتبي تحاول ان انت تبني هذه الاسم عند الناس، فاتعب عليه في البداية وخله مطابق للاشتراطات القانونية والفنية، بحيث ان انت لما تبي تسجله يكون مسجل قابل للتسجيل، ما يكون مجرد علامة انا تعبت فيها وبعدين اي مرة ثانية ارد ابني علامة جديدة مطابقة حق الاشتراطات. فبداية نقول انه لازم انت تلاحظ انها تكون مستوفية للشروط القانونية لاغراض تسجيل العلامة، مثل ما قلنا من تعريفها لازم تكون مطابقة للتعريف، ما تكون من ضمن العناصر اللي ذكرناها اللي غير قابلة للتسجيل، ما فيها أي تعارض مع أي قانون وطني، يعني لازم أنا علامتي ما فيها مخالفة حق قانون آخر غير قانون العلامات. يعني في بعض القوانين كذلك تمنع بعض الإشارات أو بعض الشعارات أو إلى آخره، فما يكون فيها أي تعارض. علامتك لازم تكون مميزة بشكل يعني أنا أقدر أحميه، أقدر أسجله. يعني ما اقدر اسجل لك علامه نسميها، احنا دائما نقول علامه مثلا عامه او علامه وصفيه، بس مجرد انت تصف شيء ما اقدر. لازم من البدايه تبني لك اسم مرتبط باللوجو يميزك عن باقي العلامات وما يكون فيها تشابه ولا تقارب بينهم وبين بعض. كذلك قلنا ان تكون العلامه سهله القراءه والكتابه والنطق والحفظ في جميع اللغات المعنيه.
يعني ما اختار لي علامة بس اقدر اكتبها بالعربي، لما هي اترجمها بالانجليزي او تبي تحميها حتى بلغة ثانية يكون فيها صعوبة في الكتابة، او تعطيك معنى مختلف عن المعنى الاساسي في اللغة العربية. كذلك ممكن تعطيك معنى مو مطابق مع النظام العام، ممكن تعطيك علامة، تعطيك طريقة نطق بلغة ثانية ما تكون قابلة للتسجيل. لذلك أنت دائما طالع علامتك من جميع الجهات، سواء باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، حتى إذا مثلا تبي تمتد حق اللغات الأخرى لازم تكون عارف شلون العلامة راح تنطق بذي اللغات. ما يكون لها معنى سلبي في اللغة الدارجة ولا أي دلالة غير مرغوب فيها، سواء كانت باللغة العربية أو باللغات الأخرى مثل ما قلت. كذلك موضوع التصدير، احنا نقول حق التجار، انت اليوم اذا تبي تصدر علامتك جدا شيء مهم، لان بكره انت اذا بتصدر لازم تراعي ان علامتك تكون مقبوله في الدول الاخرى، مو بس تبي تحميها بمملكه البحرين. العلامه شيء دولي مقبول للتسجيل دوليا في اكثر من سوق، مش فقط في سوق مملكه البحرين ولا في السوق الخليجي. انا دائما افضل ان التاجر البحريني يطلع وينافس غيره برا. فدائما العلامة في كل اللغات وفي كل الدول يفضل أن تكون مقبولة، سواء من ناحية إجرائية كتسجيل وحتى من معاني، ما يكون لها معنى سلبي أو معنى غير محبذ أن أنا أستخدمه في ذيك الدول. ولازم أو الأفضل أن هي فيها شيء للمنتج أو السلعة أو الخدمة اللي أنت قاعد تقدمها. حاول تربط العلامة في هذه الجانب، ما تكون علامة مجرد إن أنا أتكلم، يعني أي أسمي مثلا علامتي مثلا محمد للأثاث وأنا أروح أبيع منتج ثاني. لما أنت دخلت في موضوع الأثاث لازم يعني يكون مرتبط على الأقل من قريب أو من بعيد في هذه الجانب. ما أروح مثلا أخذ مجال الأغذية بنفس العلامة، يعني هذه وايد يسبب إشكالية وغموض حق المستهلك نفسه. كذلك يجب أن تكون قابلة للاستخدام على جميع وسائل الإعلان والإشهار، يعني ما تكون علامتي فيها شيء أنا ما أقدر أحطه على المنصات، سواء كإعلان أو يوم بسوي تدشين حق علامتي التجارية أو إلى آخره. يجب أن تكون العلامة قابلة لذلك. وآخر شيء قلنا أنها هي ما تتشابه مع علامات معروفة اللي هي نسميها العلامات المشهورة، اللي كذلك القانون وضع لها بعض المعايير لتمييزها عن غيرها من العلامات. العلامات التجارية المشهورة، طبعا القانون يعني قال إن هي العلامات التجارية، القانون ما عرفها كشهرة وإنما حط لها معايير. يعني اليوم مثلا إذا إحنا بنعرف العلامة التجارية المشهورة، نقول هي العلامات التجارية المشهورة إلى الرموز أو الأسماء التي تتميز السلع أو الخدمات التي تحظى بشهرة واسعة تتجاوز حدود البلد، يعني ما تكون فقط في سوقك أساسا تكون علامة مشهورة. ممكن هي تكون اليوم علامة مشهورة في البحرين، جدا مشهورة في البحرين، ما في بحريني ما يعرفها، لكن هي غير مشهورة عند باقي الدول، الدول المجاورة أو حتى الدول في الإقليم والدول العالمية، فلذلك هي ما تعتبر علامة مشهورة حسب ما ذكر في القانون. وإنما نشوف بعض العلامات العالمية، أي محل في العالم نروحه العالم كله يعرفه، مثل ما ذكرنا مثلا ماكدونالدز، كوكا كولا، أبل، جميعهم علامات ما في أحد ما يعرفها. لذلك إحنا دائما نراعي مدى شهرة العلامة من هاي العناصر. كذلك قالت تتجاوز حدود البلد ويمنع تسجيل علامات مشابهة أو مقلدة لتلك العلامات، سواء للسلع المشابهة أو حتى غير المشابهة. يعني مو باليوم مثلا أنا آيي أقول أبي أنتج مثلا مصنع أغذية، أبي أحط لي علامة تجارية اسمها أبل. وصح أن أبل الأصلية ما في هذا المجال، بس كذلك هي محمية علامتها. أوكي، لأن العلامات المشهورة لها بعض جانب حماية، ممكن أنا أغير فيها في العلامة، أغير في الاسم، لكن ما يصير أخليها مطابقة لمجرد أن أنا أقول أن ترى الأنشطة التجارية مختلفة، لأنه ممكن يسبب لبس حق الجمهور، يعني الجمهور راح يحس أن ذي المصنع تابع حق الشركة لأنه حصل نفس الاسم. فهذه بعد فيها معايير وإجراءات أخرى في البحث. كذلك مدى معرفتها قلنا لدى الجمهور وترويجها وفترة استخدامها.
وعدد البلدان اللي سجلت فيها. يعني نشوف معايير التحديد اللي مذكورين 4: مدى معرفة الجمهور بالعلامة. يعني اليوم لما تجيني علامة تبي تسجل مشابهة حق علامة مشهورة، قد تكون العلامة المشهورة مو مسجلة في مملكة البحرين، لكن أنا ما يصير أقبل هذه العلامة بحكم العلامة المشهورة اللي أنا عارفها. فأشوف مدى معرفة الجمهور بالعلامة، فترة تسجيل العلامة سواء في البحرين أو التسجيل الدولي أو في باقي البلدان، وعدد الدول اللي تم تسجيلها فيها، وقيمة العلامة وتأثيرها في الترويج. يعني اليوم العلامة التجارية من أهم الأشياء اللي تروج حق السلع. يعني الواحد يسجل علامته التجارية، شو الغرض؟ جانب من هنا أنا أروج حق السلع، أمشي البضاعة اللي عندي، الناس بتعرفني، قاعد أبني ثقة فيها. فلذلك دائما نقول إن العلامة وايد لها تأثير في مجال الترويج. كمثال حق هذا الموضوع اللي هو في موضوع الترويج، السوق البحريني، دائما احنا كوزارة الصناعة والتجارة نحث التاجر البحريني، نقول له ابني لك علامتك. يعني اليوم نشوف في بعض الأشخاص مثلا عنده 10 فروع، كل فرع اسمه غير عن الثاني. زين، شو الهدف؟ وحدهم كلهم بعلامة تجارية راح تبني لك علامة أقوى، راح يبني لك بزنس أكبر، تجارتك راح تكون أفضل. حكم أنا عندي 10 مواقع في مملكة البحرين جميعها نفس الاسم، اختلاف الأسماء راح يشتت الجمهور، فما يعرف أن هذه العلامة المحلات جميعها يملكها شخص معين أو شركة معينة. فلما اليوم أنا أسويها مثلا كعشرة فروع بنفس الاسم، بنفس التسلسل، بنفس اللوجو، أنا قاعد أحمي، قاعد أبني لي اسم مملكة البحرين. بكرة راح أقدر أتوسع حتى في الخارج، ممكن تجيني عروض إن أنا أطلع وأروح، لأن هذه الأشياء هي اللي تجذب المستثمرين، إن أنا مثل ما بنيت اسم في مملكة البحرين أقدر أطلع أبنيها في الخارج. فنرجع حق العلامات المشهورة مثل ما قلت لكم، يعني لو كانت العلامة مشهورة ويعني أحد يبني، ما القانون ما يقبل تسجيلها، قال لك لا يجوز تسجيل علامة مشهورة. فالمعايير مالتها اللي قلنا هي متجاوزة شهرتها حدود البلد اللي سجلت فيه، بالإضافة إلى هذه المعايير. أنزين، قلنا شروط تسجيل علامات. في حالة العلامة المشهورة إذا يتم بسجلها لازم بموافقة مالك العلامة اللي بسجل علاماتها، لأن أنا كفاحص اليوم في الوزارة إذا عرفت هذه العلامة مشهورة أنا من نفسي أوقف العلامة، ما أقبلها، حكم أن العلامة أساسا معروفة عند الجمهور، مو بأنا اللي أحدد، المعايير اللي حطها القانون هو اللي حددها. كذلك تمنع التقليد، لأن العلامة التجارية المشهورة لها حماياتها الخاصة وأقدميتها في السوق، فأنا أعرف يوم من الأيام راح تجي في السوق الخليجي سواء حق البحرين أو غيره وراح تتسجل. ممكن لان هي ما سجلت فيهم لان ما لها فرع في البحرين او ما عندها خطه ان هي تدخل السوق البحريني، بس اغلبهم يجون يسجلون مملكه البحرين. اغلب العلامات العالميه حتى اللي ما لها فروع في البحرين مسجله في مملكه البحرين كخطه زمنيه للمستقبل، ان انا اي وافتح المحل او المحل التجاري في المستقبل. آلية التسجيل أو طرق التسجيل وحماية العلامة. الحين ننتقل حق تسجيل حق أي علامة، هذه مطبق على الجميع، ما تحكي عن المشهورة، تحكي عن جميع العلامات. طبعا التسجيل في نوعين، في التسجيل الوطني وفي التسجيل الدولي. راح نبتدي بالتسجيل الوطني بحكم أنه هو الغالب أو الأكثر عند الجمهور البحريني. طبعا قلنا أن صاحب الشأن هو الأصل، أنه هو اللي يتقدم طلب تسجيل العلامة عن طريق هو بشخصه إذا هو كان صاحب الحق، أو عن طريق وكيل من وكلاء تسجيل الملكية التجارية. وكلاء التسجيل الملكية الصناعية طبعا في لهم قرار خاص ينظمهم في مملكة البحرين، يكون وكيل مختص في تسجيل حقوق الملكية الصناعية. طبعا احنا عارفين انه هو اما شخص مختص في الملكيه الصناعيه او يكون من المكتب محاماه مرخص. زين، صاحب الشأن نفسه يقدر يسجل اذا كان له موطن في الدوله،
اللي هي الدولة العضو اللي هي الدول الست، إذا كان له موطن في مملكة البحرين يقدر يسجل. إذا ما له موطن هي عن طريق وكيل تسجيل الملكية السنوي. هذه الأشخاص اللي لهم حق التسجيل، كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس. الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون له مصرح لهم بمزاولة عمل. الأجانب المنتمون إلى دولة عضو اتفاقية دولية متعددة الأطراف، تكون دولة من دول المجلس طرفا فيها. طبعا نتكلم على دولة من دول المجلس اللي هي طبعا هنا نتكلم عن مملكة البحرين. إذا أنا كنت عضو في الاتفاقية الدولية يقدرون الأشخاص الأجانب يقدمون عندي، بس إجرائيا عن طريق الوكيل. وأخيرا قلنا المصالح العامة، التسجيل يكون أونلاين من خلال الدخول على موقع الوزارة واختيار الخدمة الإلكترونية المطلوبة. زين، نروح حق التسجيل الدولي. التسجيل الدولي من له حق بتسجيله؟ هو كل شخص طبيعي واعتباري بشرط أن يكون مواطن أو مقيم أو لديه شركة أو مؤسسة في مملكة البحرين. ليش يروح دولي ما يجي وطني؟ لأن الدولي بيقدم في طلب واحد، بيقدم في أكثر من دولة بيحميها. بيقدم مثلا أو بيحمي مثلا في 6 7 دول في طلب واحد. فروح أقدم دولي يروح يتوزع على الدول الأطراف. وكذلك ممكن يقدم مباشرة لمكتب العلامة التجارية بلد المنشأ ومن خلال ملء الاستمارة في الأونلاين. ويقوم مكتب العلامة بتحويل الطلب إلى المكتب الدولي بعد التأكد من صحة البيانات. طبعا في الوطني، الجهة المسؤولة عن الطلبات هي مكتب العلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة. يجب أن يكون باللغة العربية، وفئة واحدة لكل طلب تسجيل. يعني لو بسجل العلامة مالتي في أكثر من فئة، مثلا بسجلها في مثلا فئة الإكسسوارات وسجلها في فئة العطورات إلى آخره، لازم كل فئة في طلب منفصل عن الثاني. العملة تكون بالدينار. أقل وقت ممكن لتسجيل العلامة هو 4 أشهر حسب الإجراءات القانونية اللي موجودة في القانون اللائحة التنفيذية. في الدولي يكون عن طريق المكتب الدولي بالوايبو أو كذلك مكتب العلامة التجارية في مملكة البحرين. اللغات المستخدمة المذكورة أمامكم هي الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، وكذلك تعتمد الإنجليزية في مملكة البحرين، حكم نحن هي اللغة الموجودة في مملكة البحرين. في الطلب الدولي كذلك أقدر أسجل في طلب واحد علامة تجارية أكثر من فئة. فهني هذه بعد شيء يفرق أساس إنه أنا أي كطلب دولي عن أي كطلب محلي. العملة المستخدمة هي الفرنك السويسري، ويختلف حسب الدول الوقت المستغرق لتسجيل علامة، بس غالبا ما يتعدى 24 شهر. طبعا الرسوم المستحقة نشوفها تتراوح فيها عندنا من 100 إلى 200 دينار، 50 إلى 100 و500 لتسجيل علامة. طبعا التوتل اللي بتدفعه 650 دينار حق العلامة الواحدة في مملكة البحرين حسب اللائحة التنفيذية. ومدة الحماية 10 سنوات قابلة تسجيل لمدة مماثلة. لازم كل 10 سنوات أتي حق الموقع الإلكتروني أو الوزارة وتجدد طلبك، بس خلال 6 أشهر الأخيرة على أساس تجدد علامتك لمدة حمايتي ل10 سنوات. الحماية تكون طبعا في مملكة البحرين فقط إذا كان تسجيل وطني. وكذلك الطلبات الدولية رسوم إدارية مملكة البحرين، كذلك في رسوم أساسية من الوايبو، وفي رسوم فردية بعض الدول اللي تستخدم. مدة الحماية نفس الشيء 10 سنوات قابلة للتجديد. الحماية تمتد إلى جميع الدول الأعضاء في اتحاد بروتوكول مدريد، واللي يبلغ عددها 131 دولة ومناطق. فأنا قاعد أحميها في دول وايد إذا قدمت دولي، بس طبعا رسومها أكثر. زين، راح نتكلم شوي عن الأسماء التجارية، ونبي نميزها عن العلامات التجارية، لأن اليوم في ناس وايد تخلط بين الاسم التجاري والعلامة التجارية. طبعا هذه من القانون البحريني رقم 18/2012 بشأن الأسماء التجارية. قال لك هو الاسم التجاري هو الاسم الذي يستخدمه التاجر في مزاولة تجارته لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات، ويوقع به على معاملاته ويضعها على أوراقه لإعلام العملاء والغير بصدورها عن هذا التاجر. أول شيء نشوف الفرق إن الاسم التجاري هو الاسم التجاري هو للمحل، للنشاط التجاري نفسه. فاليوم أنا إذا بدش على تأسيس شركة أو إنشاء سجل تجاري، أنا أحط اسم تجاري. هذه الاسم ما تكون له الحماية نفس حماية العلامات التجارية، يعني العلامة التجارية أنا أقدر أستخدمها في نطاق أوسع.
كذلك لك ولي يوقع به على معاملاته. يعني انا اليوم بروح البنك بفتح لي اكاونت، افتحه باسمي التجاري، احطه على اوراقي مخاطباتي اساس اعلم الغير. طبعا نشوف هذه الامور اللي قال لك لا يجوز قبول تسجيل اي اسم تجاري لمؤسسه او شركه تجاريه اذا كان الاسم باحد الاوصاف التاليه. نشوف النقطه حاء، قالت اذا كان يحتوي على علامه تجاريه مقلده او مشابهه لعلامه اخرى مسجله او مشهوره في المملكه. اليوم قانون الاسماء التجاريه ارغمني اشوف سجل العلامات قبل قبول تسجيل اسماء تجاريه، حكم ان انا ما يصير اقبل اسم تجاري يتعارض او يتنافى مع علامه تجاريه، سواء كانت علامه تجاريه مقلده او مشابهه او علامه مسجله كذلك. حلو، فلازم اطلع على سجل العلامات اتاكد هذا الاسم، هذا الواسط موجود عندي في سجل العلامات، اذا غير موجود ممكن اقبل الاسم، اما اذا موجود لا، هذا يعتبر من الامور اللي يجوز قبول تسجيل الاسم فيها. كذلك هنا نشوف حدود الشهره، الشهره صارت في المملكه في البحرين، فاذا شهرت العلامه في البحرين نعم يمنعني من تسجيلها. يعني لو جاني محل تجاري او اسم تجاري بيسجل اسم مثلا مطعم مشهور في البحرين، حتى لو كان المطعم مثلا مو بمسجل العلامه مالته في البحرين، خلاص انا عارف انها مشهوره فما راح اسجلها، لان انا عارف ان هذه العلامه من العلامات المشهوره في مملكه البحرين، مو في هناك العلامه مشهوره تتجاوز شهرة حدود البلاد. فلذلك وجب شوي تفرقه في هذا الجانب عشان نكون اوضح. طبعا امثله على بعض الاسماء التجاريه اللي لا يمكن تسجيلها كعلامات تجاريه. في بعض الشركات نلاقي مثلا هذه اسمها التجاري، اسم المحل مثلا مقهى القهوة، أنا مقهى القهوة ما أقدر أسجله كعلامة تجارية، بس ممكن أسجله كاسم تجاري، ممكن ينقبل إذا كان ما في أحد غيره ماخذ، لأن اسم جدا وصفي وعام. يعني اليوم أنا هذه إذا سجلته كعلامة تجارية في شنو بميزه بكرة؟ يعني بمنع جميع الناس من استخدام كلمة مقهى وقهوة في جملة واحدة. يعني لو يعني مثلا شخص يبي يضيف عليها لوجو واسم إضافي ثالث ويحميها ككتلة واحدة من الشابة، نعم هني أقدر أسجلها، لكن أنا لو سجلت فقط مقهى القهوة راح أمنع الجميع. زين، اللي قبلها نشوف خدمة توصيل سريعة، هذه الكل يستخدمها، وايد ناس تروج حق خدماتها في التوصيل وفي تقديم خدماتها إن هي سريعة. إذا أنا جيت واستأثرت فيها ما راح أقدر أسجلها، يعني ما راح أمنع الغير من استخدام ذي الكلمة اللي هي أصلاً حق عام متاح للجميع، إذا فعلاً أنت خدمتك سريعة من حقك. كذلك إذا قلت أحذية رياضية ممتازة، أنا ممكن أقرنها بالاسم التجاري، لكن ما يصير أسجلك علامة، لأن العلامة مثل ما قلنا تعطي ثقافة الجمهور أكثر، وأنا كني أقول حق الناس كوزارة إذا سجلت علامة ترى هذه بكرامة الأحذية ممتازة توجهون. ومثل أمثلة عليها كثيرة، مثلا سيارة الدفع الرباعي، فندق الراحة، دائما الاسم لازم ما يكون وصفي، أنا هاي جدا مهم، ما يصير أصف المنتج في علامتي، إذا وصفته وصف عام أنا ما أعطيته أي أهمية ولا أي تمييز عن غيره. لكن لو أنا وصفته بشكل مختلف عن الوصف العام، أخذت فيه رسم مصاحب أو كلمات مختلفة، نعم أقدر أسجله وراح تكون إجراءات تسجيل ماشية. طبعا هذه أمور إجرائية في التفرقة بين العلامة التجارية والاسم التجاري. أن التسجيل في العلامة في مكتب العلامات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، الاسم التجاري في إدارة التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة. من ناحية الاستخدام، العلامة التجارية مرتبطة مثل ما قلنا المنتجات والسلع والخدمات اللي تعتبر جزء من هوية العلامة. أما في الاسم التجاري هي مرتبطة بلوحة المحل التجاري والمعاملات التجارية وفي السجل التجاري نفسه. يعني قد يكون عندي اسم ونفسه يكون علامة أنا حاميهم، نعم ما في شيء يمنع أن تسجل اثنين، بس في بعض الأسماء لا تسجل كعلامة، يمكن قبولها كاسم
لا يمكن قبولها كعلامة. المزايا هني حماية حقوق ملكية فكرية، بناء ثقة العملاء أو المستهلكين في السلع والخدمات، في الاسم التجاري هوية قانونية للمنشأة، أنظم أعمالي، أوقع عقودي بهالاسم، أفتح لي حسابات مصرفية بهذا الاسم، أتعاقد مع الـ مع الـ يعني تاجر مع تاجر، تاجر مع مستهلك وفقا لهذا الاسم التجاري، ما راح أوقع بالعلامة، لا. العلامة مجرد وصف لمنتجاتي وسلعي، بس الاسم التجاري هو فعلا هو الهوية في البلد نفسه. لذلك الاسم التجاري راح ترجع تسجله في دول ثانية، وقد ما تحصل الاسم متاح للاستخدام في دولة ثانية. فالاسم قد يختلف من دولة لدولة، وغالبا العلامة لا تكون علامة واحدة، أحاول تسجيلها في جميع الدول. كذلك من ناحية الحقوق، العلامة تعطي حق حصري لاستخدام العلامة التجارية في تسويق المنتجات والخدمات، وأمنع الغير أن يستخدمها بدون ما يأخذ ترخيص من عندي أنا كمالك للعلامة، لأن استخدامي أنا للعلامة التجارية من غير حق راح يعرضني للمساءلة، سواء مساءلة قانونية أو مساءلة ناحية جنائية، ممكن يرفع علي دعوة جنائية عن طريق وزارة الصناعة والتجارة، أو عن طريق الذهاب للمحاكم المدنية وطلب التعويض. في الاسم التجاري هو حماية من استخدام الغير لنفس الاسم، يعني على أساس إنه يكون محلي أنا، يميز لي أنا، أنا الوحيد اللي أقدر أحطه على محلي تجاري، يميز اسمي، يميز عملي التجاري، هويتي في السوق، هذه كلها تكون وفقا للاسم اللي بستخدمه. طالما تطرقنا حق موضوع الحقوق الحصرية في الاستخدام، وزارة الصناعة والتجارة وفقا للقانون طبعا تتلقى بعض بلاغات التقليد أو بلاغات نسميها سواء كانت تقليد أو علامات مشابهة أو مطابقة أو إلى آخره. الحق يكون حق صاحب العلامة، يعني في أصحاب علامات ما عندهم مشكلة أن أحد يقلدهم، يبون الناس تقلدهم، علامات العالمين يقول لك خلي يقلدونا، نعتبر هذا جزء من التسويق والترويج. في ناس لا، من يشوف منتج مقلد أو مشابه على طول يروح يقدم شكوى في وزارة الصناعة والتجارة لتتصدى حق هذه الأمور وتباشر عملها وتتخذ إجراءاتها في الإحالة للنيابة العامة. وكذلك تستقبل الشكاوى اللي مثلا تكون عن في مثلا بعض، يعني هذه البضاعة مثلا لا تدخلونها مملكة البحرين بحكم أن هذه العلامة أنا بس لازم أسمح دخولها، وفي بعضهم لا مثل ما قلت لكم يسمحون بالترويج وبالتسويق إلى آخره، يعتبره جزء من حملة الإعلانية. ختاما راح نتكلم عن مدى تأثير العلامة التجارية على الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه العلامة اللي مثل ما قلنا مساعة يحاول يبنيها الشخص في بداية حياته التجارية، فهي تمكن زبائن الشركة من تمييز المنتجات أو الخدمات، المنتجات خدمات الشركات المنافسة، تتيح للشركة إمكانية تسويق السلع والخدمات على نحو أفضل، ومثل ما قلنا وأكدنا على موضوع التصدير للخارج، التصدير للخارج وايد مهم في موضوع العلامات التجارية، الضمان للجودة اللي يسعى لها الزبون، ودائما نشوف احنا في شيء نسميه الزبون المخلص، الزبون المخلص اللي هو الزبون العائد لنفس العلامة، اللي هو مرتبط ارتباط عاطفي بالعلامة، هاي دائما نشوف السيارات، نشوف الجلديات، فحتى في الهواتف اليوم في زباين يقول لك أنا ما بشتري إلا من هذه الشركة. فبكرة أنا إذا سمحت مثلا في بعض الأمور كشركة نفسها سمحت بالتقليد حق منتجاتها، هذا ممكن يأثر على سوقها ويضلل المستهلك. لكن الشركة في مثل ما قلت لكم في شركات عادي مثلا تسمح تقول أوكي تعالوا قلدوني، بس أنتم تعرفون أن مثلا الجودة المعينة موجودة عندي أنا كصاحب علامة، أنا الجودة بتعرفون ما يحتاج أصلا تتفرج، تجاوز مثلا دي الساعة أو دي الساعة تعرف أي واحدة حقيقية، تجاوز مثلا سماعات الهاتف، تجاوز هذه تجاوز هذه تعرف شنو الحقيقية. فدائما في شركات تصدى تقدم شكاوى أول بأول، عندها وكلاء في كل الدول، وفي شركات ما تصدى، فهذه كلها حسب سياسة الشركة ومدى يعني قدرتها على
إدارة عملها، سواء من ناحية جودة العلامات أو من ناحية التسويق، خطتها التسويقية. حفظ حقوق مالك الشركة، مالك الشركة تعب، أسس شركته، أسس علامته التجارية، يعني نهايته هو يبي يحفظ العلامة. علامتي هذه أنا أستأثر في منتجاتي، فأحتاج أحفظ حقوقي. ومثل ما قلنا حق الشركات الصغيرة المتوسطة من بدايتها، أنت بنيت شيء من الصفر. نهاية الطريق إن أنت تكون عندك علامة تجارية، سواء على مستوى مملكة البحرين أو حتى على مستوى إقليمي أو حتى عالمي إن شاء الله. فدائما العلامة تأثر في هذه الشركة. عقود الامتياز أو الترخيص اللي هي الفرانشايز، هذه مثلا اليوم إذا أنا مثل ما قلت لكم المثال السابق، إن أنا إذا عندي 10 محلات، الواحد علامة غير أو اسم تجاري غير، وعندي علامة، عندي 10 محلات فيها جميعها بنفس الاسم التجاري، بنفس العلامة التجارية، نفس اللوجو. طبعا هذه راح تحصل أفضلية، أن بكرة مثلا يجيها مستثمر مثلا من دول مجاورة، من دولة خليجية أو دولة عربية، يقول لك تعال عندي، أو عطني عقد الامتياز أنا بفتح في دولتي. فأنا إذا كانت عندي هذه اللي نسميها التشين، سلسلة العلامات، بالعكس نشوف الناس إذا شافتها في السوق راح تسعى أن هي توديها دولتها عن طريق أنت تمنحهم امتياز استخدام هذه العلامة. نفس اليوم اللي نشوف العلامة التجارية في البحرين أغلبها عقود امتياز تجار بحرينيين يبينها، بحكم أنها صارت علامة دولية ذات شهرة وذات قيمة. لذلك اليوم احنا نتمنى العكس، نتمنى ان العلامات البحرينية تطلع برا، هي تحصل عقود امتياز في دول اخرى. كذلك العلامة لها قيمة مالية، يعني اثناء البيع، الاندماج، في زيادة قيمة الشركة، او تكون من ضمن الثروة او من ضمن الاسيت مال الشركة. يعني مثل ما نشوف اليوم العلامات التجارية صارت أسعارها بالمليارات، في شركات تقدر قيمتها بناء على علاماتها التجارية، مثل أبل، كوكاكولا، ماكدونالدز، جميعهم علامات لها قيمة تجارية لوحدها منفصلة عن الشركة، بس العلامة التجارية. ودائما نشوف قوائم سنوية تصدر لأقوى العلامات التجارية في العالم، فالعلامة أقدر أدخلها حتى في قيمة الشركة إذا ببيعها. وقيم الشركة مو بس على الأمور الملموسة، حتى الأمور غير الملموسة ومنها العلامة التجارية. لذلك فالعلامة التجارية إذا أنت بنيتها واشتغلت عليها صح وسجلتها وحميتها حافظت حتى على استمراريتها، راح يكون من أفضل الاستثمارات لك في المستقبل، إذا طبعا كانت التجارة على نفس القدر من الجودة. كذلك المنافسة، تعزز التنافسية بين الشركات. يعني العلامات اليوم نشوفها ساعات في بعض الإعلانات، إن في علامات تتنافس بينهم بين بعض بشكل غير مباشر على مستوى دولي. يعني شخص يقوم يسوي إعلان بشكل غير مباشر يشير حق علامة ثانية. فليش هذه التنافسية صارت؟ هي بسبب قوة العلامات، وصلوا لدرجة إن كل واحد يتسابق بينه وبين بعض وينصح إن تعالوا لي، أنا علامتي الأقوى، أنا منتجاتي أفضل، أنا منتجاتي تقدم الجودة الأفضل. فصار في منافسة حتى بين الشركات على بناء العلامة. فطبعا احنا دائما نقول ان نسعى له ان نعزز المنافسة في مملكة البحرين من ناحية منافسة شريفة وفقا للمعايير التجارية، وبعيدة عن الاحتكار، وبعيدة عن ان انا أؤذي الشخص اللي قدامي. بالعكس، المنافسة اذا كانت شريفة هي اللي تجعل السوق في وضع جيد وترفع من الاقتصاد في مملكة البحرين. بس وشكرا لكم حسن الاستماع. طبعا نشكر المستشار محمد العيد على هذه المحاضرة القيمة، ونفتح باب النقاش لكل من لديه سؤال. أول سؤال يقول: هل تسجيل العلامة يعطيك الحماية في دول أخرى؟ كمثال تقليد علامة جسميز في دولة أخرى، هل في مجال إن العلامة تكون في البابليك دومين أو ملكية عامة بعد فترة من فترة الحماية؟ اوكي، هذه الفقرة الأولى، السؤال الأول اللي هو قلتي عن التسجيل، مثلا أنا إذا سجلها مثل ما قلنا سجلها في مملكة البحرين راح تكون حماية فقط في مملكة البحرين. أما إذا سجلها تسجيل دولي راح تحصل الحماية في جميع الدول الأعضاء في المنظمة في الوايبو. فإذا كانت الدولة اللي عليها العلامة اللي حصل فيها الاعتداء
إذا كانت محمية نعم راح تكون محمية، أما إذا كان تسجيلها وطني فقط في مملكة البحرين فهي الحماية فقط في مملكة البحرين، بس إحنا الحمد لله تجارنا مسجلين في أغلب الدول. وعن اللي تفضلتي فيه إنه هو يكون حق عام، لا العلامة طول ما هي تسجيلها يتجدد كل 10 سنوات فهي تعتبر في الحق الخاص حق الشركة أو مالكها، وحتى بعد انتهائها إذا مثلا ما سجلها تكون لها حماية لمدة 3 سنوات إضافية ما حد يقدر يسجلها من الغير، بحكم إن نعطيها فترة انتقالية إن قد يتراجع صاحبها ويبي يرجع. بعد انقضاء 3 سنوات من إهمال التسجيل ممكن أحد ثاني يسجلها، بس ما بتكون حق عام يعني. في سؤال ثاني، هل رمز الميزان الذي يرمز إلى العدل يعتبر من العلامات التي لا يمكن تسجيلها، خاصة وأن الشركة مرتبطة بالقانون؟ نعم إذا كان يبي يسجل رمز العدالة والميزان فقط نعم ما لا يقبل التسجيل، لكن إذا ميزه ويابه بطريقة رسمة معينة أو شكل معين يميزه عن أي ميزان ثاني ومقترن باسم تجاري أو صفة أو شيء لازم نشوفها ككتلة واحدة، بس ما نشوفها كميزان خالي، لازم في شيء يميز العلامة عن غيرها من الآخرين، أما الميزان لوحده نعم لا يمكن تسجيله. في سؤال، هل تسجيل العلامة التجارية مرتبطة لازم بسجل تجاري، أو من الممكن تسجيلها من أشخاص دون مؤسسات تجارية؟ سامحة مرة ثانية. لا هل تسجيل العلامة التجارية مرتبطة بسجل تجاري، أو من الممكن تسجيلها من أشخاص دون مؤسسات تجارية؟ ممكن لأن من الخارج تجينا ساعات بعض طلبات التسجيل، أما إذا كان في مملكة البحرين يكون مرتبط بسجل تجاري. تمام. كيف يمكن الموائمة بين قانون العلامات التجارية البحريني وقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون؟ سامحني ما سمعت. كيف يمكن الموائمة بين قانون العلامات التجارية البحريني وقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون؟ قانون موحد هو مثل ما قلنا في بداية المحاضرة أن الـ6 دول عندها نفس القانون، يعني هو القانون الموحد الخاص بالعلامات التجارية، فالدول الست فيها نفس النصوص يعني نص واحد، يعني اليوم احنا هنا في مملكة البحرين ما أقدر أعدل القانون بدون ما أعادله خليجيا. تمام أستاذ. ما الفرق بين العلامات التجارية وحقوق النشر؟ هل نوكيا تون تعتبر مسجلة كعلامة تجارية، أو هي كوبي رايتد؟ هي غالبا راح ممكن تكون مسجله في الصوبين، تسجل ككوبي رايت كتون انك كعمل موسيقي من حقوق المؤلف لها قانون اخر ينظمها، وممكن يسجلها كعلامه تجاريه اللي شفناه انها هي نوكيا تون والرسمه نفسها بحيث انها نربطها بالصوت. تمام أستاذ. في سؤال يقول، هل يمكن حماية فكرة مشروع وكيف يتم ذلك؟ فكرة مشروع هذه أمر آخر ما يكون ضمن العلامات التجارية. تمام أستاذ. ما هي الاتفاقيات الدولية التي عنيت في حماية المنافسة بين الشركات التجارية بشأن علاماتها التجارية؟ إحنا عندنا الوايبو اللي تكلمت عنها، الوايبو بس مو بوايد واضح السؤال، بس دائما نتكلم عن الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية هي الوايبو، اتفاقية باريس، بروتوكول مدريد إلى آخره. نختم بآخر سؤال يقول، هل من الممكن الإعلان عن تاريخ العلامة التجارية قبل تسجيلها؟ يعني أنا عندي مهنة وأخذت لي علامة تجارية لكن ما سجلتها إلى بعد 5 سنوات، هل لي الحق بإعلان عنها؟ ايه هو من حقك ان انت تعلن وتتكلم وتقول ان هذه بس ما تقدر تقول ان هي علامه مسجله، هي بالنهايه انت تبني العلامه ممكن تبنيها بدون ما تسجلها، لكن ما راح يكون لك حق استئثاري ولا حمايه ولا تقدم شكاوى عنها ان ما حد غيرك يستخدمها لان انت ما سجلتها، انت من تسجلها على طول تحصل الحق في ان انت تكون الشخص المعني بحمايتها وتقديم الشكاوى والبلاغات حق
الاعتداءات اللي تصير على الشركة أو على العلامة. تمام أستاذ، أجوبة وافية. نتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل من معهد الدراسات القضائية والقانونية للمستشار محمد العيد على مشاركته في هذه المحاضرة. في الختام نشكركم حضورنا الكريم على تواجدكم، ونلقاكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.